مرحبا بكم. هل تعرفون من يجيد اللغتين العربية والإنجليزية؟ نبحث عن شخص مهتم بالنمو الشخصي والتعرف على البودكاست. نحن بحاجة إلى شخص لملء منصب تطوعي كمترجم وراوي لبودكاست One Kind Moment، لحظة لطيفة. سيشارك هذا البودكاست عملية إعادة تشغيل الحلقات السابقة حتى نملأ هذا المنصب. إذا كنت تعرف شخصاً مهتماً، أطلب من الاتصال ببروس وين ماكلين، المنتج التنفيذي للبودكاست، على bros@broswaynemaclean.com. هذه المعلومات واردة في وصف الحلقة. شكراً لكم وأراكم لاحقاً. بالنسبة لي، فإن أحد أفضل الوجوه التي عرضتها أمريكا على الإطلاق هو وجه أحد المتطوعين في فيلق السلام. هذا الوجه يرمز إلى هذا البلد، شاب فضولي مليء بالمثالية والأمل وتعاطف حقيقي وصادق، تيريزا هانز. يحمل العالم صورة متطوع جوهر السلام باحترام كبير. يمكن أن يكون رمز اللطف هذا نموذجا لنا. يمكن لأي شخص أن يتولى سرا هذا الدور المرموق في أسرته أو مجتمعه أو بلده أو حتى العالم. يمكننا قبول مهمة جلب السلام إلى عالمنا. يمكن لأي شخص أن يصبح نصيراً لللطف أينما عاش ومهما كان ما يفعله. كلمة طيبة هي وظيفة البطل.